السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحه مزيانه، وتكونوا كلشي بخير، وتكون كلشي عندكم مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد فكره جديده، واحد الفيديو جديد على واحد الماسك كنت جربته عندي تقريبا واحد شهرين هكاك شهرين، يعني حيت قبل من رمضان كنت سافرت، كنت مشيت للسويرة وكنت خديت من عندهم واحد التعاونية تماك، عندهم واحد الحاجة انا غادي نقول لكم عليها. وجاتني واحد الفكرة انني ندير بها واحد الماسك، دونك اليوم واحد الاقتراح ديال واحد الماسك منزلي، فعاد ما كل ساعة تبقاي تخلطي. مهم كديري واحد لاكومبوزيسيون، واحد التركيبة اللي كتخليها في الحمام ولا كتخليها في اي بلاصة انتيا كترتاحي ليها، واللي تكون لو بلوز امبورطون هو انها تكون حداك باش يلاه ديما ديري. وهذا الماسك هذا سورتو دابا مع الصيف الشمس كي دابا كيكثروا هذوك لي الوجه كيتخربق، دوك لي طاش برون، الكلف كيتزاد، اللي عندها شي طاش كتزاد، اولا اللي ما كيكون عندها والو بحال دابا الا حبانه طليها وقربت ليها وخرجت للشمس كتبقى مطبعه، ومن كتبقى مطبعه مده طويله ما كتحيدش. دونك هذا الماسك هذا هو احسن حاجه في هذه الوقيته هذه، سورتو تبارك الله ما شاء الله الصهد والشموشات الحمد لله على كل حال. دونك ندوزو نيشان للمكونات بلا ما نكثر بزاف في الهضره. دونك ملي مشيت للصويره كنت مشيت للتعاونيات ديالهم، بان لي عندهم هذيك العجينه ديال الارغان، راه كلكم عارفينها العجينه ديال الارغان، كيبيعوا وحده كبيره هكا بحال خبزه، بحال واحد الخبيزه، نقول واحد الخبيزه قد هكا تقريبا ب 10 دراهم. دونك انا تقريبا خديت ثلاثه وقالت لي، قلت لها شحال نقدر نحتفظ بها حيت هما كيخدموها بالماء، قالت لي ديريها في الفريغو. انا ما درتهاش في الفريغو، خفت دونك درتها غير في الثلاجه. المهم ملي اون فوا جيت كان رمضان، هذيك الساعه اون فوا دار رمضان صافي، خدمت بوحده ونص، بقات لي وحده ونص، هذيك الوحده ونص خليتها في الثلاجه. المهم وحده ونص درتها، وحده الاخرى وحده ونص الاخرى اللي خليتها في الثلاجه. اليوم ملي جيت بغيت نخرجها حيت الماسك تقاد عليا، لقيتها شويه دارت لها داك مع الهوميديتي وهذا، دونك خاصني نديرها في الفريغو صوفات شي شويه. المهم حيت داكشي اللي خايب حيتو، اوزمون اللي كانت باقا زعما شدات تبارك الله، كانت باقا مزيانه، شديتها ودرتها طحنت، ماشي طحنتها يعني، درتها في هذيك الحكاكه حكيتها هانتوما كي ولات. المهم العجينه ديال الاركان راه معروف الفوائد ديالها، انها كت مزيانه للشعر، كيديروها بزاف، انا قالت لي هما تيديروها للشعر مع الحنه، انا مازال ما جربتهاش صراحه، مي قالت لي زعما من داكشي رفيع للشعر، مع الحنه كترطب الشعر كتقوي مع العشوب اخرين، قالت لي مع الحنه والاعشاب اخرين كديروها، هما كيديروها مع العرعار ومع الحن ومع القرنفل ومع الحنه، هادشي اللي قالت لي السيده والله اعلم. قالت لي الا كان شي تساقط كيتوقف. المهم على اين على حسب الهضره ديالتها، انا ما جربتهاش مع العشاب، انا جربتها غير وجهي، والوجه قالت لي ان بحال دابا هما في العادات ديالهم الا كانت شي حرقه ولا شي حاجه تيديروا العجينه ديال الارغان، اولا الا ما كانش زيت الارغان ما كانش متوفر تيديروا العجينه ديال الارغان. بالمناسبه الايترو وقت الايترو ديال زيت الارغان ديال الاكل لقيتو ب 500 درهم، وديال الكوزميتيك 550 درهم اللي لقيتو، وصراحه ما شاء الله غالي بزاف، ما فهمتش. قالوا لي بانه داروا المغرب دار واحد زعما داروا باش يحافظوا على هذا التراث هذا ويحافظوا على المنتج الوطني، داروا زعما قرارات انه ينقصوا من الانتاج ديالو، يكون واحد المحافظه على هذه الشجره هذه. الا كان بحال هكا مزيان، الا كانت شي حاجه اخرى راه سي اكزاجيري. المهم دونك هنا شحال، هنا تقريبا 120 غرام. دونك هذا الماسك هذا سي اوبي، فهذا من الاختراع ديالي انايا، هذا خاص بيا انايا هاد المكونات درتهم اوبي، يعني زعما درتهم انا اللي درتهم، يعني ماشي شي فورمول عطاها ليا شي حد ولا شي فورمول ديال شي شيميست ولا كوزميتولوج ولا لا، هذا ديال انا اللي درته، انا لهاد لا فورمول ديالي انا، بمعنى انها ديال الدار،
ما ينفعش انها تباع نهائيا. انا كنعطيكم دي زيدي تقدروا تدخلوا بحال دابا اللي كيبيعوا وكيشريوا يقدروا يدخلوا شي حاجه نعم ما تعرف نفعهم شي حاجه تدخلوا شي حاجه وديك الساعه يقدروا يستغلوها ويبيعوها، ولكن خاصها تكون فورمول، خاصها تكون بيان ايتودي. المهم انا هاد لا فورمول ديالتي انايا ومدروسه غير مدروسه، يعني ديال الدار تشديها وتخليها وديريها فعاود ما كل ساعه تبقاي تخلطي. دونك هنا 100 غرام 120 غرام سمحوا لي الوصفه، ما غنخليهاش في صندوق الوصفه، ما غاديش نكسبها. علاش؟ حيت الناس اللي انا عارفه الناس اللي كيتفرجوا فيا واللي باغين بحال هادشي معدودين، يعني على اطراف الاصابع، وعارفاهم انهم كي الفيديو كيتفرجوا فيه ويعاودوه مره وجوج وثلاثه وكيكسبوا، يعني بلا ما نبقى نكسب. وكاين شي وحدين كيجيو زائرين وكيجيو كي ما كيدخلوش كاع الفيديو، كيشوفوني شنو كاتبه في صندوق الوصف كياخذوا داكشي اللي بغاو وكيزيدوه في حالهم. دونك لا داعي، ما غاديش نكسب. اشنو ثاني غادي نزيد؟ غنزيد هنايا الدقيق ديال الرز، دقيق ديال الرز تقريبا 10 غرام. الدقيق هذاك عقلتوني في رمضان قلت لكم انا دقيق ديال الرز كنخدم به لي ماسك بزاف، هو هذا، هو دقيق ديال الرز 10 غرام. علاش؟ حيت هو سيت ابيزون، يعني كي ملطف للبشره، ومن بعد عنده خصائص ديال انه كيفتح البشره، يعني خصائص تفتيحيه. شنو ثاني غادي ندير؟ غادي ندير لارجيل بلونش. تقدروا ديروا لارجيل فيغت، تقدروا ديروا الغاسول. نورمالمون انا كان خاصني ندير الغاسول ما بقاش عندي، دونك غادي ندير لارجيل بلونش، حيت انا عندي لابو ديالي كتيدم في الصيف، دونك خصني هادشي، خصني هاد لارجيل هذا. غادي ندير هنايا ثلاثه المعلقات. ها انتما كتشوفوها دايره، راه صغيره، راه ماشي شي معلقه اللي كبيره. عاوتاني شنو تاني غادي ندير؟ غندير هادي بالعربيه، سلا بالعربيه، انا نتفكرها بالعربيه، غنقلب عليها، هادي مهمه بزاف بزاف بزاف، غنقلب عليها ونكمل لكم الهضره عليها. الوغ هادي بالعربيه كتسمى عنب الدب، معروفه عنب الدب. انا خديتها من اي هيرب، خديتها شحال هادي صراحه. هادي اولا مزيانه الالتهابات اللي عند النساء، دوك الالتهابات اللي كتكون متكرره عند النساء كتقضي عليه، التهابات ديال المتانه، التهابات ديال داك الاحليل، المهم ديال الجهاز البولي اون جينيرال. مزيانه حتى الامساك، ولكن ماشي بزاف، يعني تقدروا نقولوا كلاصه ونكلاسي والامساك في المرتبه الخامسه. وبالنسبه للبشره اللي هي اهم حاجه، انا ما جربتهاش للالتهابات حيت ما عنديش التهابات ديال الجهاز البولي ولا هذا، ولكن المهم هذه معروف الخصائص ديالها فهاد القضيه هذه. وكاين المستخلص ديالي تيكون تري تري كونسونطري، كاينين شركات خاصه اللي كيخدموا به خاصه الناس اللي عندهم الامراض المناعيه، هما من اللي كي بحال قلتو بحال الكورتيكويد كيحبس المناعه، بحال المناعه ما كتبقاش كتخدم. ليكستري ما كنهضرش على هذا، كيكون واحد المستخلص اكستري ما كيتباعش في اي بلاصه، يعني كاينين شركات خاصه اللي كيخدموا بها، جو بونس كو كاين في امازون. المهم انا هادو هما المعلومات اللي عارفه، هذا ماشي الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو هاد الماسك هذا، وبحال دابا هاد عنب الدب شنو التاثير ديالو على البشره. كاينه عنده فيه واحد الماده اللي سميتها الاربوتين، هذيك كتقلل من التصبغات، كتقلل من هذيك الماده الصبغيه، كتقلل منها. او ميم طون الخصائص ديال هاد العشبه هذه هي خصائص مضاده للشيخوخه. دونك هذا بالنسبه لهاد العنب الدب. غادي ها نتوما كتشوفوا كيفاش داير. غناخذ واحد اربعه، غنحيد وحده بوحده، غنزيدهم على هاد على هاد الخليط هذا. الا بغينا زعما نغومبلاسيو هاد النبته هادي، نقدروا نديرو بخنو، لو بودر ديال البخنو، ما ادراك ما بخنو.
راه كيتباع بالثمن في اوروبا وتخرج قبل المغرب ما شاء الله عامر بيه. ما تنساوش بان المغرب راه مكلاسي يمكن دوزيام ولا كاتخيام مونديالمون بالتنوع ديال الاعشاب العلاجيه وحتى العطريه، يعني عنده تقريبا اكثر من 4000، كاين اللي تيقول اكثر من 4000 وكاين اللي تيقول اكثر من 6000 نوع، غير حنا ما تنعرفوهمش حيت هما محتكرين. وكاين اللي ماشي محتكرين، كاين اللي عاكي ضايعوا في لا ناتور، يعني بنادم ما تيعرفهاش. جدودنا كانوا كيعرفوا كلشي، كلشي كان كل نمسا كيعرفوا ليها، ايوا دابا حنايا دابا من هنا لقدام حتى من الزعتر ما غاديش يبقاو يعرفوه، حتى من الزعتر ما غاديش يبقى معروف الا بقينا على هاد الحاله هادي. المهم على اين قلت لكم زعما مشيو ولا بدا انكم تشرو من اي هيرب، حيت دابا اصلا باش اننا نشريو شي حاجه من اي هيرب ولا من اي سيت انترناسيونال ولا شي حاجه اللي صعيبه على هاد المرسوم اللي غادي يدخل ابارتير دو 1 جويي، راكم جو بونس راكم في اخباركم غادي يفرضوا اي حاجه شريتيها غادي يفرضوا انك تتخلصي لا دوان. دونك ما عرفناش اصلا شحال غادي نقدروا نخلصوا، الله اعلم. دونك جو بونس كو قضيه صعابه بزاف بزاف. شنو غادي نزيد هنا؟ غادي نزيد لوركوم. لوركوم ما ديما كنطقو ماشي هو هذاك لوركوم عزيز عليا، هذا غير باش يعطيني اللون وتوا فيه لي زون فيه في دي زيفي اكلي زعما تفتيحيه دي زيفي اكليرسيسون وفيه في دي زونتي اوكسيدون باش نقدروا نعوضوا هذا، باش نقدروا بحال دابا نشدو مثلا الخيزو نحكوه ونحيدو منه داك الماء ديالو مزيان مزيان ونشفوه، نبقاو نشفوه. تبارك الله دابا الشمس كاينه سورتو في المدن ماشي اللي ماشي ساحليه، نشفوه مزيان وطحنوه يعطيكم واحد لابودغ رائعه رائعه رائعه. دونك هاد لابودغ هادي ديال لي ريكوم تقدروا ديروا منها جوج معالق هكاك ثلاثه المعالق. دونك دابا ساليت انايا من كاع هذوك النواشف كاع من كاع لي بودغ ساليت منهم. هادي ما عقلت صراحه بشحال حديتها، مي ما خديتهاش غاليه، خديتها واقيلا بشي 70 درهم. المهم راه ما استعملتش منه بزاف، مازال باغا ندير منه ليكستري حتى هو ندخلو في لي كريم سورتو كريم اكليرسيسون دو نوي ولا ان سيروم اكليرسيسون دو نوي. بغيت ندخلو هنايا. شديت القهوه عصرتها وخديت الماء ديالها هي اللي باش غادي نخلط. غتقولوا لي علاش؟ غنقول لكم بغيت غا سميتو بغيت الريحه، حيت ديك العجينه ديال الارغان فيها واحد الريحه شويه، كتبقى واحد الريحه شويه ماشي هذيك شويه درونجاتني، داكشي علاش بغيت ندير القهوه. مي نتوما تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا اي مقطار اللي بغيتوا، يعني زعما ماشي ولا بدا. هنايا تقريبا حسبت واحد 100 و130 غرام ديال الماء، وغادي نبقى نخلط مزيان حتى ما يبقاش بحال هكا، خصو داك يذوب ليا، دوك الطريفات يذوبوا ليا ديال العجينه ديال الاركان. المهم انا هادشي غنخلطو مزيان ونرجع معكم باش يلا غادي نزيدو لي زيكستري الاخرين. هانتومايا هنا ملي صافي داب ليا داكشي اللي ما كنتوش عندكم الوقت، الا كنتو سربانين غادي ديروا داك البلونجور بيتو الميكسور بلونجون عزمه لي دايخه هذاك لو ميكسور، طحنوا مزيان هادشي غادي تطحن ليكم، حيت انا ملي حكيتها هي كتبقى شي شويه قاصحه وخاصها الوقت فهمتي تخليها في هذاك الماء حتى كي بحال ما تخليها في ديك القهوه حتى فريمون صافي ترشها حتى كتذوب، صافي حتى كتذوب وكتجمعي كلشي. دونك شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد 28 غرام ديال الجيل ديال الالوي فيرا، وغادي نزيد هنايا 28 غرام من لاغليسيرين فيجيتال، نحرك مزيان. دونك كيف ما قلت لكم نتوما الا ما كانش عندكم هادشي اللي درت هاد لوريكوم ولا هاد العنب الدب هاد النبته هادي تقدروا ديروا
ديروا شي حاجه اخرى. المهم اخترعوا زيدوا نتوما كاع هذاك الشيء اللي كي كاع دوك لي بودغ اللي نتوما كت اللي كيوالموكم، بحال دابا تقدروا تزيدوا الحمص، بحال دابا تزيدوا تزيد ديروا ديروا شويه من هذاك الدقيق ديال الحمص ديال الروز، وديروا الدقيق الحمص، ديروا الفول، الاملاح حتى هي مزيانه، وحتى هي عندها عندها لا فيتامين سي طالعه بزاف، حتى هي كتحارب هذوك ليطاش، كتوحد اللون ديال الوجه. كيف ما قلت لكم الخيزو تنشفوه وتطحنوه. لاناناس تقدروا تشدوه حتى هو تنشفوه، يتنشف مزيان 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 ويتطحن. راه كاينه لا بودغ ديال لاناناس، لا بودغ ديال لاناناس راه كتباع غالي، راه غير ان بيتي بو ان بيتي بو ان بيتي بو مع زمالي دايخه. المهم تي تيتباع غالي فريمون، تيتباع غالي. المهم اولا داكشي اللي عندكم ديروه، خدموها بالفول، خدموه بدقيق الفول، بدقيق الحمص، تخدموا بالكركادي اون بودغ، كركادي حتى هو مخير مخير الوجه. الى عندكم النيله، الى غتقولي شي وحده عندي النيله، الى عندك شي نيله مزيانه اصليه اصليه ومزيانه زيديها باتسوسي زيديها. دونك شنو غادي نزيد هنايا في لي زاكتيف؟ غادي نزيد هاد ميلانو ريغول اللي كناخذو من امازون كو جادور، زيد عليا بزاف بزاف. هادي وقال راه القرعه رقم 10 من نهار بديت كنشري من امازون، وهي وانا كنشريه حكي انت داك الاخر هذاك شنو سميتو اللي تا هو في امازون سميتو مهم اللي حتى هو ضد التصبغات، هو راه كنت كنهضر عليه با مال دو فوا، حتى هو ديما عندي كيكون عندي ما كيخطانيش. دونك هذا غادي ندير تقريبا 21 نقطه من زيت هذاك ميلانو ريغول. غادي نخلط مزيان، اشنو غادي نزيد ثاني؟ غادي نزيد هاد ليكستري هذا انا مصوبه على يدي. شنو هو هاد ليكستري؟ هاد ليكستري هو ديال عرقسوس، اكستري هيدرو غليسيريني ديال عرقسوس. هاد العرقسوس شديتو دوبتو في الماء وفي لاغليسيرين، ماء مقطر وفي لاغليسيرين. كاين واحد ليكستري ديال العرقسوس كاين كيتباع في اي هيرب، ودين عليه صراحه غافاج فين ما كنت كنبغي نشري كنلقى غوبتور دو ستوك. علاش كنهضر عليه الدكتور بيرش؟ كنهضر عليه وكنهضر عليه على اساس انه يقدر الانسان يديرو الا كان عنده تصبغات، سورتو عنده تصبغات في المحيط ديال العين وفي شويه في الجهه اللي حدا النيف، كنهضر عليها اون فوا هضر قال على هاد ليكستري ديال العرقسوس. من تماك ولي فونت ديالو كيطالعين لواحد الدرجه ما كتصورش في اي هيرب، كياخذوا سورتو الناس ديال الخارج هيرب فيما كنبغي نكوموندي. ويز غنشوفو كيفاش داير، ما والو ما كنلقاهش. ومن مجموعه الشركه اصلا دايره للجهاز الهضمي، ما دايرهاش للبشره، ولكن كياخذوا على حساب البشره ديال هاد الشركه هادي. راه ورثت لكم شحال من مره هادي تخدم، كدير لي زيكستري كدير لي زيكستري بزاف ناتورز انسر، كدير لي زيكستري بزاف بزاف ديال الاعشاب، عندها بزاف ديال لي زيكستري لي برودوي ديالها صراحه زوينين. المهم انا عندي هاد ليكستري ديال لوبيليا ديال على حساب كنت خديته على حساب الوباء، مزيان بزاف الجهاز التنفسي. لوبيليا راه معروفه. دونك انايا خدمتو راسي هذا، كنت ديجا حطيت واحد المستخلص بالالكول في القناه ديالي. دونك تقدروا الى اللي جاتها الكول جاها قاصح على الوجه هذا تقدروا ديروا بلا غليسيرين، لا غليسيرين والماء الا كنتو انتريسين نحط فيديو خاص به راه معروف. يعني كاين بزاف جو بونس القنوات اللي داروا زعما تحطوه، ها نتوما كتشوفوا اللون ديالو. دونك راكم عارفين الخصائص التفتيحيه اللي في العرقسوس معروفه دابا، كان قبل تحد ما عارف دابا معروف الخصائص ديالو مع الوقت، التفتيحيه مع الوقت، يعني ماشي كي الدقه الاولى الا كان سورتو الا كانت عندك شي طاشه كحله ولا هذا راه مع الوقت. دونك غادي هنا اش غادي شحال غادي نزيد؟
غنزيد هنايا تقريبا 40 نقطه غنزيدها ونكمل معكم. كلشي توسخ ليا. مهم نسيت واحد القضيه ما قلتهاش. الا جاك بحال دابا انا عطيتكم المكونات بالغرام مثلا، الا درتيه وجاك سايل، الا جاك سايل بزاف زيدي الطين، زيدي عشبه اخرى. ولا ثاني بان لك هذاك الشيء متكتل بزاف يعني مواكح من الماء، زيديه الماء، زيديه القهوه، زيديه الماء القهوه، هذا ما كان. دونك اشنو غادي نزيد دابا؟ غادي نزيد الماده الحافظه. تقدروا تزيدوا شي نكهه، يعني باش الريحه تجيكم زوينه تزيدوا نكهه هاد القهوه مثلا اللي عندكم، تزيدوا نكهه هاد الكوكو، اي حاجه. انا ما غادي نزيد حتى حاجه. غادي دابا غادي ندير الماده الحافظه، غندير الكوسكار، غندير تقريبا واحد 2 غرام ديال الماده الحافظه. مهم انا غادي نزيدها ونرجع معكم، حيد الدروينه ونرجع معكم. دونك هذا هو الماسك. مازال غادي تجمع، راه مازال غادي تجمع. الا بالكم شويه بحال سايل راه مازال غادي تجمع. انا نجربو معكم دابا ثم غتشوفوا هانتوما. في شويه نقى هذوك القهوه، شويش تنقاتي دوك القهوه، لا كتخاد القهوه، راكم عارفين هذاك المارك دو كافي انتو تيب، حيت ملي صفيتو راكم عارفين ما غاديش يتصفى ليا مزيان. انا نشعل الضو، اذا شويه ناقصه دابا غيبان اكثر. هانتوما معنا اصلا سماريت مع الشمس. مهم بحال هكا كيجي. كيف ما قلت لكم عاود ما كل ساعه تبقاو زعما تخلطي بحال فيما بغيتي ديري شي ماسك ولا شي حاجه تبقاي تخلطي، توجدي هذا واجد جاهز صافي وكتخليه. يعني سي سي فاسيل، تقدروا نتوما تلعبوا بهذوك اللي بغيتو، ولكن كنفضل تكون لا باز، تكون هذيك العجينه ديال الارغان تكون اون باز، لانها زعما دو كاليتي صراحه. ملي كديري الماسك لوجهك وكتغسلي كتعطي واحد النتيجه. حاجه اخرى تقدروا تشكلين شي تعاونيات اللي كيبيعوا هكا كرمه فواحد في ساشي كيبيعوا العجينه ديال الارغان هكاك، ولكن هذه ديال الصويره حيت انا كنت ديجا كانت عندي هذيك ما عطاتنيش افكت في هذه العجينه هكاك اللي كيعيد دوك العيالات كيعجنوها وهذا وتيديروها بحال الخبيزات، زوينه بزاف صراحه زعما اسي. دونك هذا ما كان كيف ما قلت لكم. هذه الا كنتو ضربتكم بحال دابا الشمس خسرتيكم وجهكم، يعني دات لكم هذاك الطبايع في الوجه، كيبان لك الجبهه مغامقه، الحناك ما مغامقينش، كيبان لك واحد القوس قزح في الوجه، اولا بحال دابا الحبوب ناض ولا شي حبه ناضت مع الشمس وبقات هذيك لاطراس، اولا كديجا عندك دوك لوف ولا ديجا عندك ديطاش كيبهاتو في الصيف كيديرو. دونك عليك بهذا الماسك هذا، ما غاديش نقول لك غادي وجهك يولي بحال البلاره وقنبله التبييض وديك الهضره الخاويه، لا يعني غادي ينفعك، يعني غادي تحسي بانه راه نقص لك، غاديش نقول لك غادي تحيد لك، غينقص لك. سورتو الناس اللي عندهم لي طاش بغون وعندهم الكلف ولا عندهم دي طاش كي سون بيزار، راه غادي ينقص لك. حيت لي طاش ولا الكلف راه المشكله ديالتهم راه من الداخل، راه يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك درت حاجه ودرت فيتامين سي ولا درت ماسك ولا درت ما نعرف اش درت وتحيد لي المشكل. مادام كاين المشكل من الداخل راه ما غاديش يتحيد. دونك كيس كيفو فيغ، يفو اتاكي من الداخل.
وغالبا اللي كيكون مسؤول على هاد التصبغات هادي تتكون الكبده الكبد والجهاز الهضمي حيت راه بجوجهم ايسون ليي. كنقيو يعني كنخدموا من الداخل، كنقادوا التغذيه ديالتنا، كنخدموا من الداخل، كنخدموا بلي جو، كنخدموا بلي ديتوكس. ماشي كنجيو كن زعما لي ديتوكس ا لون تيرم ا لون 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 تيرم، ماشي كنجيو كنديروا ان ديتوكس لي بروتال لي نستروف شي مصيبه كحله، لا ا لون تيرم كنبداو بشويه بحال قلتي كنديروا واحد التخطيط بشويه 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 باش هذاك الكلف ولا هذوك لي طاش يتحيدوا. انا كنعرف واحد السيده خرجوا ليها دي طاش كحلين كحلين في وجهها كيخرجوا ليها، مشات عند شحال من طبيب ديال الجلد ما عرف ما كاين داكشي ما عرفوش منين كيعرفوش كيعطيوها لي كريم دارت لازر ما خلات ما دارت هذاك الشيء كي ملي كدير هذاك الشيء شويه كينقص ومن بعد كيعاود كيعاود يتكاثر كيعاود يدار بواحد الطريقه. ملي جينا نشوفو لقينا بان هي دازت واحد الفتره ديال الحزن خايبه بزاف مباشره خرج لها هذاك الشيء، زائد ان تغذيتها خايبه زيرو. دونك هي اش دارت عاونات الكبد ديالها، يعني دارت واحد النظام واحد السيستم مشات عليه 3 سنين باش داكشي هذوك الكحوليه مشات، يعني فريمون ديطاش كحلين، يعني ماشي تنقولوا قهويين بيج كحلين كحلين يعني فريمون واحد التشوه خايب في وجهها ديالها. دونك في ساعة هذاكشي الحمد لله 3 سنين في ساعة طائفي، يعني تبارك الله عليها دارت واحد المجهود كبير. و ميم طون هذاك الشيء اللي كان كيضايقها نفسيا تحكمت فيه تحكمت فيه، عرفت شنو اللي ضايقها، عرفت شنو اللي سبب لها داك الشيء، تحكمت فيه ومبقاتش كتخلي انه يغلب عليها. لان باش الكبد خصكم تعرفوا بان الكبد هي مركز ديال العواطف، كتخزن العواطف السلبيه، كتخزن الحزن، مركز ديال الحزن هي الكبده. يعني هي حاجه كتخزنها كتخليها عندها، يعني تمن المشاعر وداكشي كتخزنهم من غير من غير داكشي لي توكسين اللي ما تتقدش انها تفلتريهم، من غير الاستروجين اللي ما كتقدش الا كان كثير، لكن واحد الاكسي ديال تمن الاكسي ديال الاستروجين راه كيدير حتى هو هذوك لي طاش وداك الكلاف وهذا. يعني المراه ابارتير دو انا كنقول كيقول لها ابارتير دو 40 طون، انا كنقول للمراه ابارتير دو 30 طون خاصها دير اتونسيون مع لي زومون ديالو، يعني دائما قبل جوج سيمانات قبل لي غيغل دائما خاصني نحضي شي تمن هذيك الاعصاب اللي كيجيونا هذاك بارفور كاين شي وحدين كيوصلوا حتى للرغبه في الانتحار، هذيك ما بقيتش بغيت ما بقيتش كنبغي نشوف حتى شي واحد، الاكتئاب اللي كتشدنا قبل من لي غيغل، اولا الوجع الخايب اللي بنادم كاين البنات اللي كيوصلوا حتى انهم يدقوا البرا ولا يمشيو لي يمشيو لي زورجونس، هذيك راه سي با نورمال، هذيك راه ما لي جينيكو تيقول لك لا نورمال، لا لا سمحوا لي ماشي نورمال هذاك. دونك هذوك الفو فيغ اتونسيون، يعني خاصهم اعاده النظر في الحياه ديالهم لا النفسيه ولا التغذيه ديالتهم لي دو. دو سمين افون لي غاي فو فيغ اتونسيون، هذاك الراس اللي كيضر الشقيقه اللي الانسان كيضرو فو فيغ اتونسيون. راه هضرت شحال من مره على الكبده اشنو نقدروا نديروا شنو نقدروا باش نقدروا نعاونوها. وقبل انا كنقول لكم اللي كيجيوها لي غاكل كتقتلها بالوجع قبل زعما قبل ما تجي لي غاكل كتموت بالوجع، ومنهار لي غاكل كتموت بالوجع عندها يومين ديال 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 القهره خاصها تعاون بالمانيزيوم اولا تدهن بزيت ديال المانيزيوم حطيته في لاشين ديالي اولا تدير رجليها في الابسوم صوت الملح الانجليزي او لف بسميتو بالدير داك لي فلاكس ديال المانيزيوم اللي كاينين في كاين في اياب دابا راه كاينين حتى في المغرب غير شويه تما شويه طالع. المهم هادشي اولا تشرب المانيزيوم تشرب اون بون كاليتي دو مانيزيوم ماشي نيمبورط كو، تشرب شي حاجه اللي غادي تغولاكسيها وتكثر من الاغذيه اللي فيهم المانيزيوم، هذا من جهه. ومن جهه اخرى قبل من لي غاكل ركزوا على الاغذيه اللي فيها النحاس، علاش يقول لك خذي السلميه 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 فيها النحاس عالي، يعني جوج سيمانات قبل من لي غاكل ناخذ السلميه، ناخذ نهار سلميه ندير تيزان سلميه نهار، النهار الثاني ندير ما نديرش سلميه ندير مرددوش، مرددوش فيه مغنيسيوم وفيه النحاس هكا
باش انا نتسولاجا، نعاون الدات ديالي، نعاون الهرمونات ديالي، ونعاون الكبده ديالتي حتى هي نعاونها، نعاونها باش نعاونها بهادشي، ونعاونها القهوه ما تشربوهاش الا كنتي مدمنه على القهوه، جوج سيمانات قبل من لي غاكل حاولي انك تنقصيها، ولا ديري غطاس وحده كل يومين ولا كل 3 ايام، لان القهوه حتى هي كتزيد كتطلع داك الاستروجين. و ندخل داك الورقيات، ندخل داك الشيء توسكي فير التوتيات، اي توت هذاك واخا تاخذوه كونجلي من الكارفور ولا هذا، اخذوه ديروه مع لي جو، ديروا مع الصباح فطروا بيه ولا كلوه ولا عاونوا بيه، حتى هو عاونوا بال حتى بلا داك ال سميتو بالعربيه الفجل خذوا صلاد ولا عصروه، واخا انا الطعم ديالو راه ما كنتحملوش، ولكن ما عندنا ما نديرو بحال دابا في ايامات الشتاء والبرد كنديرو كنطيبو كنديرو مع كنديرو في لي سوب، سينو دابا كناكلو في الصلاده اولا تنعصرو تنشربو. انا كيدوز ليا في العصير، ما الصلاده ما تيدوزش ليا، ما تنقدرش عليه يعني، حاولت ما تنقدرش يعني، صغار فين كناكلو فهذا، ولكن نتوما كتحملوه خدوها مزيان بزاف الكبده. ما بقيتش بغيت نطول ولكن فيا الهضره. المهم هذا ما كان، جيسبر ان هذه الفكره تكون عجبتكم، جيسبر انكم تطبقوها. السلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.